احمر فوفيت. صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم راني فقت بكري، دابا راها 8:15. جففت الدار، طيبت الغدا، وجدت الفطور، ولكن ما غاديش نفطر حيت انا مريضه. شات ماي بيريد. زايد كتبوا علينا وقالوا لينا الا تسوشوا ما غاديش يبقى يجيكم الوجع. كذابين، كنتقطعوا بالوجع. صافي سكينه، انت قويه. المهم بناء على طلبكم بغيتو تعيشوا معايا واحد نهار ولا يومين ويكون الفلوق شويه طويل، قررت نلبي لكم الطلب ديالكم. عندي واحد المشكل دابا انا وانايا، كنتخيل شي لبسه في الليل في بالي، فاش كنفيق الصباح كنطبق كنلقى ماشي هي هذيك. وتخيلوا معايا، فقت وجففت الدار وطيبت الغداء وغسلت الماعن وجمعت ودرت كاع داكشي اللي خاصو يدار، بقيت كنشوف داك التماري وعندي وهو كيشوف فيا وانا كنشوف فيه وهو كيشوف فيا. هذا قلت والله ما غادي نتعصب حيت هاد اليومين هادو غادي ندوزهم بايجابيه، ما غاديش نتعصب. العصب غادي يكون ليه، السكينه غادي تكون هنا. خاصني ناخد اكرون جديد. واش كلشي بغى يسالي قبل ما يسالي العام؟ ولا كيفاش؟ تخيلوا معايا بلي انا غادي نخدم السبت والحد. يب، عرفتي كنفكر انني ندير شي مرايه هنا تكون بحال الغينه. تا 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 مهم، افكار كيجوني بعض المرات شي افكار، وكنمشي في الليل مع ديك 10 ولا 11 الليل كنمشي ندوموندي شي حاجه من شي باج انستغرام اللي ما كنعرفهم اصلا انا فين كاينين. وداك الشيء عندهم لاش كيصلح، كنضموندي شي حاجه وكنعس، كيجوني شي افكار مع الصباح وفي الليل غريبه. نمشي نشربو الدواء. كيسالي معايا انا but it's fine. The beautiful Isabel. ايش يلا زيد. راه كنحشم من التليفون بحال هكا. غادي ناخذ كرواسط بما انني لم افطر. درت تسجيل الدخول. منال اجي يا الزينه الحبيبه. ايه بنتي، هذه بنت، هذه تعتبر بنتي العاشره. اي شوفي شحال هذا الشيء زوين كختي. عرفتي مشاش كما كانوا كيديروا كاكا بزاف، كره لقاو عندي شي مليون. السعاده حرفيا كيعجبوني. صباح الخير. اسمح لي راني مريضه. I have a lot of work to do. وشكون لي خدام الويكند؟ سكينه لكن I love what I do. كيعجبني هادشي اللي كنخدمو، كيعجبني كلشي. الحمد لله، والله الحمد لله على بزاف النعم اللي عندي. الحمد لله بعدا اللي فقت انني قادره انني طيبت الغداء وصيغت الدار. دابا غادي نمشي للدار في البوز ديال الغداء غادي نلقاها. المهم I have a lot of work to do so let's work together. الا كانت عندكم شي حفاضه ولا كانت عندكم شي حاجه، قوموا واستعجلوا. هيا ما فاز الا النوام. ناموا ولا تستيقظوا. كان كيقول لنا واحد الاستاذ
مشات لي خدمة البارح كاملة. Don't cry أمينة، قعدت لابسيزي اللي درناه البارح ما لقيتهاش. لقيت نفسها قالت صدق كتصافر الكلاس كتقول لي دوت. ما يمكنش نمشي حتى للدار. إن ولادي ويأكل بالملعقة. يلا دخلت من الخدمه دابا يمكن شي ربع. هاي كاتي ما واحد البلاصه خليكم معايا، ولكن اول حاجه غادي نبدل الاوتفيت، غادي نبدل حيتاش ما ماشي كونفي نهائيا. خفت اذا تعطلت يكون فرق.
هيلو، ام المراكش بيبي. ما نعست تشوفوني هكا دايره، راني نعست في الطريق. شوف شحال زوين داك الفيو ورايا. عشينا اتس كول انك تهزي التليفون وتصوري. ماشي بحال البلاصه اللي اني فيها. شوف عجبني السانسي. باش جايه باش دايره ماتشي ماتش. صباح الخير، كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ تاني يوم، تاني يوم. البارح دخلت تسولونيش كيفاش درت لي البارح، حتى انا ايضنت ناو. كلشي جا، كلشي جا على غفله. المهم والله إذا صبحت واحد بيوتيفول انرجي، نقدر نمشي دابا نجفف. اش قرب تجفف البيوتيفول انرجي. المهم I have a lot of energy. So happy. المهم خديت شي لعيبات من مينيسو. هذا درتو، هذا مقشر. شوفوا ما ماشي شي يبان لكم هنايا. المهم نحاول نقرب لكم لا شي بعيد. المهم شوفوا خديت هذا وقال لك ندير شي 59 درهم. ماسكيت شحال انا كنت باغا شي تونر. سو خديت واحد هذا قرب يتقاد عليا. هاد المره غادي ناخذ الكبير ديالو حيت تقولبت. هاد المره غادي ناخذ الكبير. هذا البنات موسترايزر ديال سيتافيل. Life is hard لكن جميلة. راه واخا تقولوا لي كي البرد، شوفي انت راه باقي فيك وانايا بلا ما نبان شي حيحة ونبدا نضرب فيك فهاد الصباح. خرجي ما عندك. عرفتي انا البنات كنت كندير واحد الفوتو انه كنت كنسى ديما انني ندير هذا، ندير واقي الشمس وكنخرج. المهم انا لابسه سيرفيت ياك حيت دابا عندي واحد الخدمات نهار الحد. في الخدمه خاصني ندير هذا. تجي لي هذا اللي هكرتو ولكن عاتي راه كان في اي في الكونفي وصافي. اللي غادي يكونوا فيه السويرتات. المهم اي هاف ا لوت اوف ورك تو دو. احسن حاجه هو انه الدار مجموعه ونقيه وصيقه تصفيق. عرفتي ديك الخرجه اللي خرجت البارح؟ with my bestie بعدا بحال عاودت حيات ليا المشاعر حيت دوزت واحد السيمانه صعيبه. كنت مريضه وخدامه لا 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 لا. ومشيت اي خديت قهوه، ضحكنا، لعبنا، خديت اشياء صغيره شاركتها معكم. البارح فرحت راسي، ما عرفتش كيفاش مشيت وجيت. المهم البارح فرحت راسي وانا دابا هابي، عندي واحد الانرجي تقدر تكفيني اسبوع اسبوع اسبوع. يلا دابا نمشيو نقومو بالاعمال ديالنا.
دنيا لف لف وتاخذ لك حضني دافي. نسيت البنات اللي كنتو كتسولوني ديما فين كندير في كيديروا مشاشي لبوزوان ديول. هانتوما هنا كاينه داخل ديال الباب وهنا كاينين هاد اللعيبات هادو بجوج اللي درتهم ليهم بوزوان ديولهم، وكاينين شي وحدين اخرين اللي فاهمين بزاف وكيمشيو يدخلوا للطواليت. صافي تحضروا معايا لهاد اللحظه الرائعه. اول مره تقلب ليا خبزه. So this is victory. طبخ ليا خبزه، طبخ ليا خبزه. انا فرحانه. شوفوا صايبت خبيزات ديال الدار ياك، وشوفوا طاجين اتس دون. هي باك اجين. قبل ما نسالي هذا الفلوغ هذا بغيت نقول لكم شكرا شكرا بزاف على تعليقاتكم الزوينه اللي كانوا في الفيديو اللي قبل. البنات اللي كيتفرجوا فيا، بغيتكم تغيروا نظرتكم للعالم، خصكم تضحكوا للدنيا، خصكم تشوفوا كل شيء زوين. مثال بحال دابا انا كنشوف مشيشات، واش هاد الزينه، هاد الجمال خلق مولانا. اي واحد تيبان لي في الزنقه ولا شي حاجه كنشوف فيه شي حاجه اللي زوينه، كل ما شفتي الدنيا زوينه داك الجمال كيكون كينعكس عليك، فهمتي؟ حيتاش انتي كتكوني زوينه وكتشوفي كلشي بعينك زوين. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، غيروا نظرتكم للعالم، شوفوا كلشي زوين، نظرتكم للدنيا، غيروا نظرتكم للعالم، شوفوا كلشي زوين. واخا تكونوا كدوزوا باصعب المراحل، فيها خير. ديما سيد ربي كيجازي الصابرين، ديما فيها خير، وصبروا وعادي. ما كاين لاش انكم تقلقوا الا خلاكم شي واحد، ما كاين لاش انكم تقلقوا الا قال لكم شي واحد شي كلمه خايبه. اي واحد قال لكم شي كلمه خايبه راه انعكاس، هذاك الشيء راه بحال هذاك السيد راه كيتجاجي نفسه، ماشي كيتجاجيك انت. 2024 انا يا قلبي نقي، لذلك اي واحد ظلمني سمحت ليه وصافي. بغيت ننسى، بغيت نبدا صفحه جديده. 2024 كتبشرني بزاف بالخير، ما عرفتش علاش، ولكن متفائله. حسب اللي بزاف الحوايج غادي يتبدلوا للاحسن، حسب اللي غادي نزيد القدام في بزاف الحوايج. متحمسه. نساليو واحد الحاجه كنت هضرت عليها في ستوريات ديال الانستغرام. شوفوا اي وحده بدات شي علاقه، ما كنهضرش على العلاقات الاخرين، اي وحده بدات شي زواج وراجل بدا كيتغير عليها، كاينه شي حاجه سميتها الطلاق. فهمتي؟ الا انت ما كنتيش قادره تصبري، او انك كتشوفي الا صبرتي وهاد العلاقه هادي نتجوع عليها وليدات غادي مرض ولا شي حاجه، كاينه شي حاجه سميتها الطلاق، راه حلال الله واخا ابغض الحلال. وواحد الحاجه اخرى، عفاكم ما تبقاوش ديوها في بزاف الناس اللي كنصحوكم هاد الايام، لحقاش هادوك الناس كيعيشوا شي حياه يمكن ما كايناش يمكن في المغرب، او انه هاد الواقع اللي كنعيشوا حنايا بزاف ما كاينش. يعني انا بغيت نعرف فينا هو المشكله، الا انك انت دابا بغيتي راجل يكون سند ليك، وهاد الناس اللي كنصحو دابا ما كيخليوكش انك تكوني سند لراجلك. بغيت نعرف واحد الحاجه، فين غادي يكون المشكل الا تعاونتي انت وراجلك ودرتو اليد في اليد ودوزتو شحال من حاجه صعيبه، وفي الاخير غادي يتجازاو بشي حاجه زوينه
وغادي تلقاو براسكم باللي راه نتوما عائله زوينه وحنينه في بعضياتها، وليداتكم غادي يشدوا هاد الميزات من عندكم، بركه من دوك القوالب، وبركه من بركه ما نشوفوا الزواج كمشروع ربحي. الزواج عمره كان مشروع ربحي، بالعكس الزواج مؤسسة، والزواج كيجيني واحد شي حاجة اللي مقدسة من عند الله، مودة، رحمة، طيبة، تعاون ما بيناتنا. ما يمكنش نشوفوه، ما يمكنش يا ربي. ما عرفتش علاش هاد الناس كيخيبوا الصورة ديال الزواج هكا. الى راجلك علاش اللي ما يديرش ليك؟ علاش ديما الحكم؟ وشحال من بنت كتمشي مسكينة ضحية ديال هاد الشيء، انها كتبقى تنقر على راجل، لا راجل فلانه جاب ليها وانت ما جبتيش ليها، وانت ما جبتيش ليها، وانت ضيعتيني، وانت درتي ليا. راه الا كان عندك واحد راجل غير اللي كيفهمك، وانه عاطيك حريتك، وكيحاول انه يهضر معاك وكيكومينيكي معاك، راه خاصك تحمدي الله. راه ماشي الرومانسيه ديما هي الورد، فهمتوا؟ راه ماشي الرومانسيه ديما هي الورد. يكفي انك شي نهار تمرضي وتلقاه في جنبك، يطلع معاك، يهبط معاك، هذه راه بالنسبه لي انا رومانسيه. بغيت نقولها واحد الحاجه قبل ما تزوجوا، قبل ما تسنيوا، فكروا مزيان، حيت بعض المرات هاد الشريك هذا واخا تيكون عنده فلوس دنيا والدين، كيبقى كلشي بيد الله، ويقدر يخسرهم. راه داكشي راه المعدن ديالنا كيبان في انه انت تحافظي على ديك العلاقه الزوينه، تحافظي على دوك الاسرار، تحافظي على داك الزوينه، تحافظي على ديك الرحمه بيناتكم، هذيك الحنان، داكشي تعطيه لوليداتك. ما لا اشنو فيها الا طيبتي؟ ما عرفتش دابا انا بزاف ديال الناس كيقولك لا انا نطيب كل نهار، انا الكوزينه رشاتني، وانا يشرف ترشيت، داك اتس فاين. راه سبحان الله، راه كاينين بزاف ديال الامهات اللي كيفرحوا انهم يطيبوا لوليداتهم، يطيبوا لرجالاتهم، خدامين وكيطيبوا. انا كنطيب الغدا مع 6 الصباح وكنمشي فرحانه للخدمه. علاش؟ حيت فاش غادي نجي ما غاديش انبني ضميري على بنتي حيت ما خليتهاش خليتها بلا غدا، او ما غاديش انبني ضميري على راجلي حيت ما تغداش. نصيحه صغيره، وانه قبل ما تزوجوا راه عرفوا باللي راه الزواج 80% ديالو ولا 70% ديالو صبر، فهمتوا كيفاش؟ كنتمنى يعجبكم هاد الوقيت هذا اللي دوزتوه معايا، وكنتمنى يكون خفيف على قلبكم. بيزوات، وكنتمنى انكم تحققوا كاع اللي بغيتوا في 2024، وكنتمنى لكم اي حاجه زوينه في الدنيا، حيت نتوما غزاله وتستاهلوا اي حاجه غزاله في الدنيا. باي باي.